هدي زردة سانك سانك هدي زردة سانك سانك ولا يني سانك سانك ولا يني سانك سانك أو هدي زردة سانك سانك. والله يا اخويا ما عرفتش باش نجاوبكم حق الرب. هي البلان ديال ديك يا اختي، كنا جالسين ما علينا ما بينا، بردوا عليا رجلي هي هادي. اليوم ما فهمنا والو. داك لو بروميير مينيست ديال فرنسا اللي سميتو ادوار فيليب، الله يعطيه الهدف النهار، يعني صدر بواحد لا استراتيجي، قال لك بوغ اتيغي لي ستوديون اترونجي انترناسيونال، يعني سورتو لي نون اوروبيان افونير اتوديو ان فرانس، يعني واحد استراتيجي وما عرفتش منين جابوها، يعني هما اتوديوها ومن هنا ومن هنا. هي فيها استراتيجي، فيها واحد اللعيبات اللي مزيانين كانوا يهمونا مزيان مزيان، وخصوصا لي ستوديون اللي غادي يجيو جداد فرنسا كانوا يهمهم مزيان، غير هما زبروها يعني في الفلوس، يعني الفلوس حيت اهم حاجه هو الفلوس. وانا كنقول علاش كومبيس فرونس مالهم تعطلوا، علاش ما عطاوش اون دات زعما باش يبداو، حيت نورمالمون كيبداو لو 15 نوفمبر. وكنقول علاش بدلوا ديك لا دات، ما عطاوش امتى، هما كانوا كيتسناو غير خونا يخطب ويقول لهم المسائل. اجي نفهموا بعدا علاش زادوا هاد الفلوس، وفهموا بعدا لو كوغيال ديال القرايه في فرنسا شحال كتساوي القرايه في فرنسا. ما ندويوش على داك البلوكاج اللي كتبلوكي 8 مليون، حيت هذاك 8 مليون ديال المعيشه، هذاك 8 مليون حيت كتقسم على 10 شهور ولا على 12 شهر، هي هذيك كتجي يعني 650 تقريبا، يعني كيعيش بها بنادم. اللي ما عارف بنادم ان لي زونيفرسيتي بوبليك ال سون بيون، يعني راك تخلص عليهم واحد القدر من المال في العام، نقولوا تقريبا كتخلص عليها شي 175 اورو بالنسبه لليسونس، 275 اورو بالنسبه للماستر، المهم سا ديبون العام ما عرفتش انا اكزاكتوم، يعني ديك تخلصها من بعد، يعني ملي كتجيك دير لانسكريبسيون كتخلصها، يعني ديك قليله يعني ماشي شي حاجه. واللي ما عارفش بنادم ان ليتوديون كيخلص غير 2% 2% من داك لو كو ريال ديال لا فورماسيون في فرنسا، يعني تخيل ما هي 2% قل من 2% بحال قلتو شي 9 مليون نورمالمون لي ستوديون خصو يخلص 9 مليون وشي حاجه في العام، كتخلص منها 2% يعني 200 وشي حاجه. هذاك الشيء علاش القرايه في فرنسا رخيصه. الا جيتو تشوفوا يعني شحال كتساوي القرايه في الدول الاوروبيه اللي حدا فرنسا، غتعرفوا بان فرنسا هي ارخص وحده والدول الاخرين كلهم غاليين. هو فرنسا شافت هذا الشيء ما مسلكهاش، بان لها بان بنادم حيت كاينين لي غيش، كاينين لي غيش وكاينين لي مويان وكاين لي بوف، كاين اللي كيتسلفوا باش يجي وكاين لي مويان الحمد لله يعني مسلك والدي كيتعاونوا معاه، وكاين لي غيش يعني سون ايزي. فهمتوا دابا شنو داروا فرنسا؟ قال لك غادي يديروا ديك اللعبه ديال التكافؤ الفرص تقريبا، ولا ما عرفت شنايا، بحال قلتي الغني غادي يخلص على الفقير تقريبا. وشنو داروا دابا؟ ليتوديون ولا غيخلص الثلث ديال ديك لا فورماسيون كامله كيف قلنا قبيله، يعني فورماسيون كدير تقريبا شي 9000 اورو، يعني سا ديبو اين عام. انا كنقول لكم غير دي زيكزامبل يعني فهمتوا. ليتوديون غيخلص الثلث ديالها، بحال غيخلص 2700 شي حاجه قريب، يعني ديك 2700 شي حاجه خاصكم تزيدوها مع 800 مليون، يعني ولات شي 10 مليون، هادي زيد عليها واحد ولات شي تقريبا شي 11 مليون بحال هكا، زيد عليها شي مليون بحال هكا ديال ملي كتجي قبل ما يوصلك داك الشيء ديال الفيرمون، انها تولي القرايه فرنسا تولي توصل 12 مليون. 12 مليون يعني العام الاول والعام الثاني، يعني الا ما خدمتيش ما بديتيش تدبر من هنا من هنا. وكاين اللي الله يحسن العوان، كاين اللي والدين محنين وداك الشيء يعني ما عندهمش فلوس، يعني معاونين مع بداك العام الاول بما يدوز العام الاول يمشي يخدم ويدبر، الله يحسن العوان وصافي ما فهمنا والو. اشور اخوان والله النهار كامل وانا كنقلب في لي زاكشواليتي كنقول لا راه كاين شي حاجه، لا هادي لا هادي الساعه والو كلشي كونسيرني. شنو قالوا عاوتاني؟ قال لك هاي تريبليو لي بورس، يعني غادي يوليو شي 21000 نورمالمون، كاين 14000 عاود زيد على شي وحدين اخرين ديال لي زيكول، لي بورس ديال لي زيكول، هاد 14000 فيها لي بورس ديال الدوله، يعني بورس دو ميريت وبزاف تلعيبات. وعلى حسب ما فهمت عاوتاني يعني كيقدر يكون فيها اعفاءات بالنسبه لي زيتوديون اللي ما عندهمش فلوس، يعني انا عارفين في المغرب راه كاين التقلوات، يعني بامكانك انك تثبت انكم ما عندكمش فلوس يعني غير متلف وهادي، يعني ما عرفتش كيفاش غيجيروا هادشي، يعني خاص كل واحد يجوستيفي بانه ما عندوش فلوس غير مسلك. كنبغي نعني والدي ماشي لاباس ونعليهم، وهاد لي بورس يعني غادي يكونوا بلوس بالنسبه لي ماغريبان وداك السنغال وداك السب صحاريان داك افريقيا الفوق، يعني غادي يكونوا بلوس بالنسبه لهاد الدول، حيت هاد الدول هما اللي كيسيفطوا لي بلوس ديتوديون في فرنسا وسورتو الماو. المهم الاخوان انا واحد النصيحه نقولها لكم والله بعد هادشي، يعني يلاه تعلن اليوم داك الشيء طرا بحال داك الشكل ديال العسكر داك الايام كانوا طرات العسكر ودار البوز وهكا ومن بعد مابقاش دوا عليه. انا هادشي اللي كنشك ان هادشي عاوتاني دوا عليه الرئيس، حيت راه كاين فيديو لايف راه كان كيدوي فيه مش رئيس الوزير ديال الوزير الاول دوا عليه اليوم، وهادشي دار البوز وباقي ما طبقش هادشي، يعني غير سي اون استراتيجي ما عارفينش حنا دابا شنو واقع، يعني هادشي نعرفوا في الايام المقبله في الشهور المقبله هادشي غيطبق بالنسبه للاخوان اللي غادي يجيو العام الجاي، وبالنسبه للاخوان اللي ديجا هنا تما راه مطبق عليهم راه ما فهمتيش. بالنسبه للاخوان اللي غادي يجيو العام الجاي انا كنت نصيحه، يعني اللهم بلا ما تدفعوا، غنقول لكم علاش، حيت دابا تقدر
غادي يعرفوا بان بزاف ديال البنادم ما كيدفعش، غادي تاثر عليهم، غادي يقولوا استراتيجي ما صادقاش ويقدروا يحيدوا العام الجاي، وما عارفين ان العام الاول غادي يكون نقص ديال لي ستوديون وما غاديش يربحوا بزاف. غير هي لكن كلشي متضامن وهكا، يعني انا ما كنقولش لكم ابوندونيو، كاين اللي باغي يجي فرنسا باي ثمن يجي، ما عندي ما ندير ليه. كاين اللي ديجا باغي يخلص ايكول بريفي والمسائل، يعني الصراحه راه صعيبه القضيه. يعني انا كيف قلت لكم نصحكم يعني من هنا لقدام، لما كانوش طبقوا داك الشيء ولا بدلوا داك السيستم من بعد، اللهم انولي داك الشيء اللي عندك وتسنى حتى العام اللي وراه وتعرف شنو كاين. انا راه خدام معاكم ان شاء الله، راه نورمالمون ما كنتش مبقى ندير هاد الفيديو ديال لي زيتودون فرونس وكامبوس فرونس، غير هي كانت هادي اورجون واكثريه فيكم تالف اليوم ما عارفين شنو كاين، وما بغيتش نابوندونيكم بحال هكا، نخليكم بحال هكا ما عارفين شنو كاين. وغادي نحاول من هنا لقدام الا كانت شي حاجه غنلوح عليكم فيديو. جوج حوايج اللي اعلن عليهم حتى هما اليوم واللي مزيانين بالنسبه لي زيتودون، هي ان بالنسبه للفيزا غتسهل عليكم بزاف الامور، غادي يولي عندكم بزاف ديال لي فاسيليتي من المغرب، غتولي تقدر تاخذ رونديفو في بريفيكتور اون لين يعني ديريكتومون، وقال ما تقدرش تحتاج داك التيليس كونتاكت، يعني بزاف الحوايج. يعني من هنا قدام دوما ديطاي واش داكشي. ننصحكم سيروا السيت اوفيسيال ديال كومبيس فرانس، ماشي كومبيس فرانس ماركا، دوك ديما تقال ما عارفين شنو ديك، راه كيسدوا مع الخمسه صافي كيمشيو فحالهم شي اللي كاين. سيروا السيت اوفيسيال ديال كومبيس فرانس فرانس ديال فرنسا اورغ، ادخلوا تما تلقاو داك الدوكيومون فسرين فيه كلشي. واحد القضيه اخرى عاوتاني اللي غتنفع بزاف الاخوان اللي مشاو للمغرب، سالوا الماستر ديالهم ومشاو للمغرب وندموا علاش مشاو، هو ان فرنسا ترجع لكم الحياه تقريبا. المهم غادي تقدر لك تخدي شي باك بلس 5 فرنسا ورجعتي للمغرب، غادي يولي عندك الحق في واحد الفيزا، ما عرفتش شنو هي الفيزا شنو يديروا ليها، فيزا تقدر ترجع بها لهنا فرنسا تقلب على خدمه اولا تكمل قرايتك. المهم لو بي ديال هاد الاستراتيجي اللي دارتها فرنسا هو انها طلع لو نومبر دي ستوديون لهنا 2027، وانها تنافس لي زوتر بي يعني اللي دايرين بها، وخصوصا امريكان حيت امريكان راه مفزعين هم. يعني هذا العام وقال راه واصلين 324 الف ايتوديون اترونجي، من بعد بغاو يوصلوا ل 500 الف، ما عرفتش واش يوصلوا ولا لا، حيت لا زادوا الثمن على البوفري، يعني راه ما غاديش يجي سي نورمال، اولا حتى الطبقه لا موين ما غاديش يجي. انا ننصحكم الا جيتوا العام الاول قريتوا هاني واخا تصبروا، حاولوا من بعد ديروا التيرونس، يعني كندوي على اصحاب كندوي على اصحاب الماستر وليسونس 3، حيت اللي درتيها من ال1 ولا ال2 يعني صعيبه انك تلقى اونتربريز بزاف تلعيبات، ان صعيبه عاوتاني بالنسبه للنيفو ديالك. نتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو وما نكونش خربقتكم بزاف، يعني تسناو الفيديوهات الاخرين ان شاء الله الا كان شي جديد غادي نلوحوا لكم، نحاول نرسم لكم داكشي دغيا. بالنسبه لا رونتري بروشين يعني 2019 2020، يعني تزادوا لي بري د دانسكريبسيون بالنسبه لي زونيفرسيتي، يعني بالنسبه لي ليسونس ولات 2770 وقال بحال هكا، بالنسبه للماستر ولات 3000 وشي حاجه، يعني تزادوا لي فري ولاو غاليين بزاف، يعني وليتي تخلص انتي يعني الثلث ديال داك لو كو ريال ديال لا فورماسيون، يعني الثمن الحقيقي ديال لا فورماسيون. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم، ما تنساوش لايك وسبسكرايب، تابونا في انستغرام راح تكلوح فيه كلشي، يعني كلوح في داكشي مباشر باش تعرفوا شنو كاين، والله يسهل على الجميع والله يصبركم. وهادشي اللي كاين تهلاو.